بس الظاهر في عنا جوا مجرمين اخطر بمليون مره. لزام حدك والا كلمه تانية بحطك بالسجن. ها ما اتفرح. في الحلقه القادمه من كسر عظم السراديب. عم دور على شخص ما حدا رح يعرف يلاقي لي اياه غيرك. الله يرحمك يا ابي. انت على شو عم تلمحي؟ ما بنعرف مين اللي اخذ هذا القرار وعلى اي اساس اخذه. ساعتها بيكون كل شيء واضح. شو يا هيثم؟ اسمع منيح شو بدي اقول لك. بعد اسبوع بدي اسمع اخبار طيبه. كسر عظم السراديب الليله 9:00 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.